مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من عرب ويلز. انا هلا حاليا موجود بدوله الامارات وبالضبط على حلبة دبي اوتودروم حتى نجرب النيسان الباترول، ولكن بنسخه النيزمو. النيزمو بتعني اول ثلاث احرف نيز هي اللي هن من نيسان، والمو يعني هي الموتور سبورت يلي هي الديفيجن تبع نيسان بالسباقات والسرعه واكيد الادرينالين والسيارات السريعه، الديفيجن السريع عند نيسان. ضلكم معنا حتى نخبركم التغيير بين الباترول العادي والباترول النيزمو، واكيد طبعا فرجيكم شوي سواقه ممتعه على دبي اوتودروم. اذا بنلاحظ اول شيء من الواجهه الاماميه التغيير هو البامبر الادماني، واكيد نيزمو اعتمدوا اللون الاحمر يلي موجود على كل دير من دار البامبر يلي هو اكيد مختلف بين الباترول العادي والباترول النيزمو. نجي نطلع كمان على الطرف، كمان بنلاحظ كمان اللون الاحمر طاغي حتى بالفتحات الجانبيه. بنطلع كمان بدعسات الاجرين كمان موجود اللون الاحمر بالبامبر. واذا بنرجع كمان للواجهه الخلفيه بقلب السياره بنلاحظ كمان انه الديفيوزر الوراني مغير، وطبعا اللون الاحمر كمان موجود هون، واكيد كلمه نيزمو موجوده كمان حد الاضويه الخلفيه. مبدئيا هودي هن التغييرات من خارج السياره يلي هو الكيت الكامل البادي كيت. كرمال الانجن في بس تغيير 28 حصان بين القديم والجديد، يعني القديم بالاحرى الباترول العادي هو 400 حصان والباترول النيزمو بيولد 428 حصان. أنا حالياً هلأ موجود بقلب مكسورة الباترول النيزمو. مثل ما بنلاحظ كمان موجود اللون الأحمر بكل التخييط الستيتشز يلي موجودين بالجير هون، وطبعاً بقلب مسكات البواب يلي موجودين هون، وبالمقود كمان موجود اللون الأحمر اللي بيميزه بين الباترول العادي والباترول النيزمو. ومنلاحظ كمان العداد، عداد الار بي ام كمان لونه احمر، وكبسه الستارت بوتن كمان لونه احمر. واكيد الشيء الجدير بالذكر هو المقاعد الكراسي يلي كمان بيجي بقلبهم الاحمر ومكتوب على ظهرهم كلمه نيزمو. We'll be right back.
صارت حلقتنا لنهايتها. أكيد أكتريتكم عم بيتسألوا أي متى السيارة بتوصل بأسواق الشرق الأوسط وشو سعرها. بعد ما أخذنا نحن معلومات من نيسان شرق الأوسط عن أي أسعار أو أي وصول للسيارة قريبا، نحن منرجح تقريبا معقول توصل بأواخر سنة 2016، رح يكون موديل 2017. الباترو يلي موجود على يميني هذا الأبيض، هذا بموديل 2017 وهذا برودكشن فيرجن. الأسود يلي نحن سقناه على دبي أوتودروم، هذا كان بالشكل النموذجي الكونسبت موديل. ما عليكم غير زيارة موقعنا على www.arabwheels.tv، وأكيد فيكم تقروا كمان الريفيو تبعنا على www.arabwheels.net، ومنشوفكم بخير. باي باي.